خيول اجل مغمرات يا حي مركب. إذن على بركة الله وتوفيق مشاهدينا متابعينا الكرام نسير بحضراتكم شوط تلو الآخر بالأسماء المشاركة. ينطلق شوط المهجنات الأصيل لسن الثنايا. المهجنات ننطلق بهذه الأسماء ولكن نعود بالتهاني وناموس على فوز هناك في النه الذي حملت الانجاز الاول للمحليات الاصايل. التهنئه موصوله لسعاده فرج بن علي بن حموده الظاهري. نسير بمتابعه الشوط الثاني لا يقل اهميه عن الشوط الذي انتهى قبل قليل، ولكن ننوه من خلال اللجنه المنظمه لهم جزيل الشكر والاحترام. هناك اصحاب السيارات المخفي عليهم داخل الريس التجنب خل على طرف اليسار بالمتابعه هذه الأشواط المعتمدة. إذن الشكر موصول للجميع. أتابع بمسار هذا الشوط ودعوني أتعرف على الانطلاق الأول. أسير مباشرة مع هملولة محمد بن مطر بن محمد الرميثي يتولى الصدارة، بينما تابع المركز الثاني منصورة بقيادة محمد بن أحمد بن عبد الله الرميثي، والمركز الثالث من على بعد المسار. إشعاراتنا قادمة للمشاركة. إذا نعود إلى مركزنا الثالث حيث أننا نتابع الشاهنية الذي قادم قدوم جميل. هناك خالد بن أو فالح بن محمد بن علي الشامسي يتولى مسار الثالث، بينما نعود مباشرة إلى المركز الرابع والعودة جميلة عن طريق نوف الذي قادمه. هناك مروان بن علي بن فرج بن حمودة على المستوى الرابع والمركز الخامس من على بعد المسار. ما شاء الله. خلنا بنتعرف الأسماء الذي قادمه للمشاركة حيث أن هناك الكثير من الأسماء المشاركة وصلت هي الذي تنطلق بالمسار الخامس تحمل هذا العنوان الجميل بقيادة هناك المتابع السعيد بن أحمد بن محمد على المستوى الخامس والمركز السادس نتعرف عليها قادم قدوم جميل. من الشعار واضح عندك يا ابو محمد الذي قادم على المستوى السادس حتى هذه اللحظات عندك. ننطلق بهذه الاسماء نتابع الاشعارات ولكن لنا عوده الى ركب البدايه. نسير الى الصداره نتعرف الى هذه الاسماء. نتابع البداية والانطلاق الأول. لا تزال هملولة هي الأقرب حيث أنها مسيطرة سيطرة تامة بالانطلاق الأول. المتابع هذا الشعار الذي اعتاد عليه الجميع محمد بن مطر بن محمد الرميثي يتولى أبو خادم مسار المتابعة وتحرك على قدم وساق. أما المركز الثاني هناك منصورة الذي تتميز بإنجازها الجميل. وصل أبو أحمد إذن محمد بن عبد الله الرميثي على المستوى الثاني، ولكن مركزنا الثالث بنسير مع الشاهنية. وصل فالح بن محمد بن علي الشامسي على المستوى الثالث. المركز الرابع وصول جميل للغاية. نوف قادم غدوم. وصل أبو فرج للمشاركة مروان بن علي بن فرج أو هناك مروان بن فرج بن حمود الظاهري على المستوى الخامس والمركز السادس عندك يا هناك. ناخذ من على بعد المسار. اشعاراتنا قادمة للمشاركة. الشعار الجري الذي يتابع من على بعد المتابعة سعيد بن احمد بن دري الفلاحي. خلنا بنكتفي بهذه الاسماء المشاركة. عدين الست الاوائل عدا ومتابعة وتقديم، ولكن كالعادة ننتظر اسماء لم يحيل لها موعد التسلل الى عالم هذه الاذاعة والمنطلقة. الى وين رحلة هذا الشوط يا جماعة؟ هناك الانطلاق الأول. السيطرة مع هملولة انطلاقها جميل ما شاء الله مسيطرة منذ البداية. الشوط الأول المحليات الأصايل كان بأشعار أبو خليفة الذي سجل الإبداع الأول بهذه الرحلة حتى هذه اللحظات. عندك أبو خادم ودير البال الكل غادم نحو الانتصار الأول، ولكن هملولة مصرة محمد بن مطر بن محمد الرميثي، ولكن المركز الثاني نور
نوف يا نوف غادم غدوم جميل. هل ترى هي تضيف النقطة الثانية على التوالي؟ مروان بن فرج بن علي بن حمودة الظاهري الذي يتولى هناك أبو فرج متابعة جميلة للغاية يطالب بالنقطة الثانية على التوالي. المركز الثالث نسير مع منصورة وصلت وصولها الجميل للغاية. محمد بن أحمد بن عبد الله الذي يرافق مستوى أبو أحمد متميز للغاية. المركز الرابع وصل الشامسي واصل بكل قوة. سلام عليك أبو محمد غادم بكل قوة. هناك من يرافق هذا المستوى فالح بن محمد بن علي الشامسي على المستوى الثالث. يقود الشاهنية بالمتابعة على المركز الرابع. أما المركز الخامس وين يا جماعة؟ من على بعد المسار الكل غاد من هذه الأصالة، ولكن خلنا مع دائرة الأربع للتحدي. التنافس ما بينهن دائما يأتي بقوة، والكل له رغبة الإنجاز الجميل، الكل له رغبة التحدي الأول. يا له من إبداع كبير، العودة إلى وشعار بفرج على الصدارة، راح على الصدارة. هناك نوف الذي تطير، اسمها من ثلاث حروف، يا سلام يا سلام، تسيطر سيطرة تامة بفار جميل. ولكن هناك منصورة لها رأي آخر، تتسلل إلى صدارة الانطلاق، تطير على البداية. محمد بن أحمد بن عبد الله الرميذي أغاد السكان البداية حتى هذه اللحظات، يتجول مع التحدي الأول، يقود المسار بجدارة كبيرة. ولكن نوف غادم بكل قوة. هناك مروان بن فرج بن حمودة الظهري على المستوى الثاني. المركز الثالث هملولة غادم غدوم جميل الغاية. المتابع محمد بن مطر بن محمد الرميث. المركز الرابع الشاهنية الذي غادم على المستوى الرابع. وصل هناك ابو محمد للمتابعة، ارصد لنا يا من تتابع. وصل الشامسي غادم بقوة، الموقف خطير للغاية. راغب هذه الاسماء المشاركة، راغب هذه التحديات الجميلة. يا له من إنجاز كبير، ولكن الرميذي الإصرار الأول، المصر الأغرب حتى هذه اللحظات. يقود منصورة على الصدارة، يتولى منصورة على البداية، حيث أن تحالف النصر حتى هذه اللحظات مسيطرة بفارغ رأس. ولكن هناك نوف غادمة تشكل الخطر الأقوى، غادمة بكل قوة. المركز الثالث وصلت هملولة، عادت إلى الحوار الثلاثي، غادمة بكل قوة. محمد بن مطر بن محمد الرميذي المرافق ابو خادم مستوى متميز الغاية. المركز الرابع وين؟ راغب لإشعار ابو محمد فالح بن محمد بن علي الشامسي، يقود هناك الشاهنية بالمتابعة. المركز الرابع والخامس من على بعد، اشوف الاشعارات الذي قادمة، اشوف اسمه قادمة. وصل الجري، وصل سعيد بن احمد بن ادري، قادمة باشعارين قادمين للمتابعة برفقة هناك ابو مبارك خميس الذي غادم العويسي، غادم بعناية التضمير والتدريب. ولكن خلنا بنعود إلى الصدارة، بنسير إلى التحرك. هذا الشوط بدأت الأمور تشتعل، بدينا بنعد التنازلي، بدينا بإقلاع هذه الأسماء. راغب البداية، راغب لي الشوط الأول، يا السلام. المهجنات الأصايل، يلا يا الرميذي دير بالك يا أبو أحمد، دير البال. محمد بن أحمد بن عبد الله الرميذي يتولى منصورة بدون يوامر. الجوكي محنط، اعتقد هناك جهازة ما صدرت عليها يوامر. بدينا بالعد التنازلي، الكيل الاخير راح الرميذي، راح يبي يسلم على اهالي السمحة، اعتاد عليه هذا الانجاز الكبير، يباعد المسافة. ولكن ارصد للمركز الثاني، نوف غادمة بقوة. وصل ابو فرج للمشاركة. المركز الثالث ارصد ان الشامزي، وصلت الشاهنية غادمة غدوم جميل. وصل هناك فالح بن محمد الشامزي على المستوى الثالث. ولكن وين؟ بسير للصدارة، راغب لي الصدارة. ما شاء الله تبارك الله، اسعد صباحا يا ابو احمد، اسعد صباحا بهذا الانجاز. سلام يا للسمحة، سلام. ولكن دير بالك الرميذي الشامزي، وهناك الظهري قادمين للمشاركة. الموقف حساس. الناموس لوين يغادر؟ ها للسمحة صاحب هذا الشوط المتميز، خلاص سلام، ما صدرت
الأوامر، ما صدرت الأوامر، ما شاء الله تبارك الله، مسيطرة هناك منصورة، سيطرة تامة. اقتربنا اقتربنا من خط النهاية، الاقتراب. تهانينا لمحمد بن أحمد بن عبد الله الرمذي. خلاص يا أخوي، خلاص، بدون أوامر، بدون أوامر، عصاتها في الأبطال. سلام لآل السمحة، السلام. التحية موصولة لمحمد بن أحمد بن عبد الله الرمذي، كان متابع منصور بهذا الإنجاز. المركز الثاني الشاهنية قدم التعرض، أشكر عليه. هناك فالح بن محمد الشامسي، والمركز الثالث وصلت نوف بقيادة المتابع فرج بن علي بن حمود الظهري، والمركز الرابع حملولة، المتابع محمد المطر مثل. المركز الخامس أو السادس، إذا مركزنا الخامس والسادس، هناك تعود ملكيتنا لسعيد بن أحمد بن دري الفلاحي. كل التوفيق لجميع المشاركين.